ناعمه لتغيير المفاهيم وتحسين السلوك. فبالتالي الثقافه بتحسن من المنظومه الاجتماعيه بشكل عام. علشان كده احنا عاملين نوع من الورش او الندوات او كلها بتدعو للنماء والرفاهيه والانتماء. واهم حاجه عندنا دلوقتي منطقه الانتماء للوطن، منطقه. فانا احنا بشكل عام عاملين برامج لدوت، وبيهمنا قوي دلوقتي زرع هذه القيم في الاطفال وفي الشباب اللي ممكن يعني انت عارف دلوقتي الميديا هي اللي واخده الشباب بشكل عام. فتحسين بقى الصوره من خلال عمل الندوات العامه والتثقيف الوطني، وبهتم قوي بالطفل لان الطفل لسه صفحه بيضاء، فبنزرع فيه القيم المطلوبه في نسخ القيم بتاعنا بنحطه في الطفل، وبالتالي هنضمن ان هو هيبعد بشكل ما عن كل الامور الهدامه. مهم جدا تربيه الطفل على حب الوطن والانتماء للوطن، وبالتالي احنا مركزين عليه. يعني بنعمل ده من خلال بقى بشكل المسرحي، من خلال قراءة الكتب وعمل مسرح عرايس للطفل. بوسائل الجذب بقت مختلفة دلوقتي، مبقتش مجرد ان انت تقرا كتاب لطفل او تخليه، لا بقى لازم تشرك الميديا الحديثة في العمل.